هذه الأم في غرب أوروبا، مبلغ 350 جنيه استرليني مقابل التقاط صور تجريبية لها، وهي التكلفة التي أضيفت في حساب بنكي باسمها. بعدها سافرت جوا إلى لندن لتضع لتجارب الأداء، وأضيفت تلك التكلفة على حسابها أيضا، متضمنة تكاليف الإقامة والمعيشة. تكمن مشكلة عارضات الأزياء في أنه في حين عادة ما تدفع الوكالات التي تعمل لصالحها عارضات الأزياء تكاليف الرحلات والسكن والمصروفات مقدما للفتيات، إلى أن الممارسات القياسية المتبعة في مثل هذه الصناعة تعتمد على فكرة استعادة أموالهم المدفوعة مجددا. وهكذا إذا سافرت إحدى عارضات الأزياء للمشاركة في أسبوع الموضة في لندن، والذي بدأ يوم الجمعة 15 فبراير، ولم تحصل فينيسا على فرصة، ستكون مدينة لوكالاتها بالمبلغ المالي الذي أنفقته تلك الولاية عليها. واجهت فينيسا تلك المشكلة فحين كانت في 18 من عمرها، سافرت إلى الولايات المتحدة لتخضع للاختبارات في أسبوع الموضة في نيويورك، ولكنها لم تتمكن في النهاية من المشاركة في أي من تلك العروض بسبب مرضها. وتقول فينيسا أنها لم تتقاضى أي مقابل مادي لمدة عامين، إذ خصصت وكالة عرض الأزياء في باريس ولندن ونيويورك أجرها لسداد ديونها المالي. رغم تعثرها الأول في بدايتها في عالم الموضة والأزياء، إلا أنها تملك الآن أكبر عدد متابعين على صفحتها إنستغرام وأموال طائلة.